نجي نخلص كود الاتصال الخاص بقواعد البيانات ونعمل سيلكت لقاعدة البيانات. طيب عرفنا متغير سميناه دي بي نيم واسندنا له اسم قاعدة البيانات اللي هو ستودنتس. بعد كده هنجي نعرف متغير ونسند له عمليات السيلكت. طيب الفانكشن بتاعتنا اللي اسمها MySQL select db بيتم تمرير لها برامترين، البرامتر الاول بيكون اسم قاعدة البيانات والبرامتر الثاني بيكون اسم الاتصال الخاص بينا. طيب كده احنا عملنا select لقاعدة البيانات، هنجي نعمل لها تشيك بنفس الطريقة اللي عملنا بها تشيك لعملية الاتصال. تمام نجي نعمل سيف ونعمل تيست. زي ما شايفين طبعا selected.